اهلا بيكم في الحلقه الاولانيه من السيناريست. دي اول حلقه في مجموعه حلقات هتكلم فيها مع كل المبتدئين في كتابه السيناريو اللي عايزين يعرفوا ازاي يكتبوا سيناريو. اول مدخل هو مصطلح الدراما. في ناس عندها فهم خاطئ لكلمه دراما. الدراما مش عكس الكوميديا. كده خطر كبير. ارسطو في كتاب الشعر لما اتكلم عن الدراما قسمها لنوعين: الكوميديا والتراجيديا، ملهاة او مأساة. احنا اما بنتكلم جد اما بنهزر. كل الانواع اللي موجودة لغاية النهاردة واللي لسه هتظهر بعد كده، سواء الاكشن، رعب، تشويق، خيال علمي، ايا كان النوع، ممكن نتكلم فيه بجد ممكن نهزر. يختي كده ينفع وكده ينفع. اي حدوتة تتحكي هي دراما. اهم عنصر في الحدوتة انه يكون عندي حاجة بتحصل فيها حدث. انا لازم يبقى عندي حدث بيحرك الحدوتة دي. الدراما هي الحدث اللي بيحصل. بما ان عندي حدوتة فانا عندي كذا طريقة ممكن احكي بيها الحدوتة. قصة قصيرة، ممكن تبقى رواية، ممكن تبقى مسرحية، ممكن تبقى نكتة. النكتة حدوتة لانه فيها حاجة بتحصل. النكتة الجاية دي جديدة. ولا الصغير بيسأل باباه: يا بابا انا جيت ازاي؟ الاب فكر شوية كده وقال له: حطينا سكر تحت السجادة وبعد كده رفعنا عينيك. فالولد راح جاب شوية سكر حطوه تحت السجادة، سابهم يوم اتنين تلاتة، بعد اسبوع بيرفع لقى صرصار، قال له: عارف لما كنتش ابني كنت موتك. يا زرفي. ولد بيسأل باباه سؤال، الاب بيجاوب اجابة، الاجابة دي بتخلي الابن يفكر بطريقة معينة، فيقوم عامل حاجة، حدث تاني بيحصل، وبعد شوية بيشوف نتيجة الحدث دوت فبيرفع السجادة، اهو في حاجة بتحصل كمان. يبقى عندي فعل بيحصل دايما. الحدوة بتاعتي ليها بداية وبعد كده ليها وسط وبعد كده ليها نهاية. يعني ايه؟ خلونا ناخد فيلم زي فيلم الارهاب والكباب. انت اللي تسمعيني عشان الكلام اللي انا بقوله صح. ايه البداية في القصة دي؟ مواطن بيحاول يخلص ورق في مصلحة حكومية اللي هي هنا مجمع التحرير. الوسط انه نتيجة للروتين والبيروقراطية بيفقد هذا المواطن اعصابه وفجأة بيتورط في انه يلاقي نفسه معاه سلاح وكل الموجودين متخيلين انه هو ارهابي مختطفهم كراهين والحكومة بتتدخل وبتيجي تحاصر المجمع. الموضوع هيخلص يعني هيخلص. واحنا لينا مطالب ولازم تتنفذ. النهاية انه كل الموجودين بيتعاطفوا معاه ومع قضيته. وبيقرروا يخرجوا من مجمع التحرير وهم مخبيين وسطهم بحيث الحكومة ما تقدرش تقبض عليه. دي ببساطة البداية والوسط والنهاية في فيلم الإرهاب والكباب. الحلقة الجاية هنتكلم بالتفصيل أكتر عن عصر الحدوتة. ممكن لو مهتم تبدأ تكتب نماذج لحواديت. اعمل نموذج حدوتة بسيطة فيها بداية ووسط ونهاية. تعال نعمل تمرين لطيف سوا. انا هقول لكم حدوته فيها بدايه وفيها وسط، وانتوا قولوا لي ايه النهايات اللي ممكن تتخيلوها للحدوته دي. ولد في اعدادي بيخرج من المدرسه بيلاقي على سور في عجله مركونه، العجله مش مربوطه ومفيش حد جنبها. يبص شويه العجله يفكر وبعدين يقرر ياخد العجله ويركبها. هو ايه اللي هيحصل بعد كده؟ فكروا وحاولوا توصلوا لنهايات خاصه بيكم. جربوا كمان في حواديت تانية. اقابلكم الحلقه الجايه في السيناريست.